بالله يا سامي لا تجيبوا لنا اسئله كيما هكا نحسوا احنا توجعنا نموت ونتعب. والله سي شادي عندك الور لا المتروك اللي ثنيتك الجياره ولا شنو هذوك تو ولا كمل لي ترافو تاع ليك سفا والقنطره المطار زيد المطار عندنا 10 سنين تو رانا تعبنا رانا تعبنا ما عادش بنا الحق اعطينا اسئله على الواقع نتاعنا خاطر احنا تو ولينا الرقاره قداش قعدت من عام مثلا ما سكرتش قداش بات قداش قتلت من واحد قداش قتلت خاطر لو نخرجوا من استوديو نحتكوا بالواقع شوك اليوم عادي من الاسئله اللي معناها ليست لها انا حسيت بالاغتراب بالاغتراب حسيت بالاغتراب انت منبت معناتها منبت الانفيتيت لازم يكون معنا بسي بصراحه بربي فما بلاد في العالم العاصمه نتاعها المطار الرئيسي اللي في قلب البلاد ترافو يقعدوا 10 سنين هكا عندنا 3 سنين يا ولدي 10 سنين من ثوره لا ترافو من ثورة عام وبعد ثورة والآخر نتاع حي الخضرة هذاك لا هذاك كيف كيف كلهم كلهم متابع بعض بلي نهنيو الدولة الشقيقة غانا بوصول لفاكسان نيجيريا 4 ملايين غانا كأنه لليوم من الدول اللي مازال ما وصلهاش التلقيح ستة دول هي الصومال اليمن تونس الحوثيين اليمن فما شكون خلطت لها اما الحوثيين تونس تونس والصومال الشقيقة فلسطين المحتلة وصلها للتلقيح فلسطين وصل لها من اول العباد والاخت الكبيرة الولايات المتحدة الامريكية وصل لها الفيكس باش يعطيوكم انا يظني باش نمشي نكوي عند سيدي الخلفي هي ما متساوش احنا رانا بلاد الانفجار الثوري العظيم معناتها انا لو رابور فريمون ما بيناتهم ماهوش كبير ياسر وانت ينجم يكون لو رابور وانت بوزيتيف كو كو أول حصة اللي نحن سنة باش نتكبدوا زاد خسائر في السياحة في السياحة اللي هو حاجة السياحة عندها علاقة أنت لازمك كمستشرف لازمك تعرف أنه ذايا عنده تأثير تداعيات نتاعو هي ذايا أنه الناس ما عندهاش ثقة فيك باش تجيك لأنه من أسباب ما قلناش سبب الأول ولا الأساسي ولكن من الأسباب أنك أنت ما عندكش تلقيح لليوم زادة فما سياسيين ما بيناتنا عملوا الفاكسان أي تي بي سا سي سي حاجة بتاع أكتواليتي وكبيرة ياسر كبيرة وتو فيها في بالنا بها وكل شيء